ماذا حدث؟ لقد لعبت ماينكرافت 550 مرة. مرة أخرى هزمنا جميع الأعداء معا. حان وقت الذهاب، أراك قريبا. من أنتم؟ أنت قط وهي خنفساء؟ لم ألاحظك، هل أنت بخير؟ حسنا، كل شيء على ما يرام. أنت أسوقة؟ هل يمكنني الحصول على توقيعك؟ شكرا جزيلا أيها الدعسوقة، ابتعد من هنا أيها اللص. ماذا؟ لقد أسقطته أرضا. أنا لم أسرق أي شيء، لكن هذه الدعسوقة سرقت قلبي. لطيف جدا. ارفع قدميك. أنا آسف، ظننتك لص. وما هذا؟ السي بي؟ ما هذا الهراء؟ من الأفضل أن تقرأ شيء أفضل. أنت لم تقرأ أي شيء باستثناء المكونات على طعام القطط. قصص مخيفة، أنا لا أحب مثل هذه الأشياء هنا. في الواقع أنا كتبته بنفسي. هناك قصص كثيرة عن القط الكرتوني الذي رأسه أرجواني، بشكل عام حول SCP. حان وقت المغادرة لي. وأنا أيضا، كم نحن متشابهان. نعم، إذن أراك. حسنا، لم يستمعوا إلي حتى. أدرس بعد الآن. حقا، نحن متشابهون جدا. حقا، أراك لاحقا. أشعر بالألم وخيبة الأمل، أحلام مكسورة وقريبة جدا. إن شيئا ما يحدث بالقرب مني. أيها الفراشة، ساعديه على فعل ذلك. ألم يلاحظونك؟ لقد تركوك هنا وحيدا. يا لهم من مخطئون وسيئون. أنا سوف أعطيك القوة. وفي المقابل سوف تقوم بتسليم الدعسوقة والقط الأسود والتعويذات التي معهم. إنهم لم يصدقوني، والآن سوف يصدقوني، أو لابد أن يصدقوني. هيا أحضر لي الدعسوقة والقط الأسود. مهلا، انتظرني. لا لا لا، لن أخذك معي. يا إلهي عزيزي، ألم نكن معا؟ لا، دعني وشاني، أنا هنا لست من أجل روحك. لا تعترض طريقي، أنا وحش حقيقي. مرحى، هيا بنا. هذا الجرس للمعلم. ربما ستذهب وينطفئ. ماذا؟ ذو الرأس الأرجوانية نفسه هنا. شخص واحد سيذهب. إنه لطيف لدرجة أننا فعلنا شيئا ما في نفس الوقت مرة أخرى. هل تسمح لي بالذهاب أولا؟ بالطبع. لا، وضعا. انتظر، سأذهب. هل ستخاطري؟ لا، أريد أن أتوصل على الفور إلى شيء ما حول كيفية مغادرة الفصل. هيا، نحن بحاجة ماسة إليك أيها الدعسوقة. أين أنت؟ وأنا لدي جبن. هيا. جبن؟ Thank you.
الجبن. السحر الأسود. ذهب الجبن. حسناً، هذا كل شيء. حسناً، أنا لدي المزيد. ألم تتوقع ذلك؟ إذن حسناً، أعتقد أنك سوف تحب ذلك. هيا 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 هيا، أمسكتك. اهدأ اهدأ. سوف أسحبها، ادفع بجسمك. هيا هيا. إذن أنت من سرقت جبنتي. نعم، إنها جميلة جدا. نعم نعم، التعويذات سوف تكون لي. اسحبها اسحبها. هيا هيا. أنا أحاول أحاول. لقد انتهيت أيها القط الخارق. القططية، أمسكتك. حسناً، لن أتركك تذهب بعيداً. ماذا تفعلان؟ ماذا تريدين هذه المرة مارينيت؟ أعاني من ألام شديدة في المعدة، هل أستطيع الذهاب إلى الطبيب؟ لحسن حظك، علمتني جدتي أن أصنع شيئا يشفي في نفس الوقت. سأقوم بصنعه الآن. خذي هذا الكأس واشربيه، وسيكون كل شيء على ما يرام. رائحتها سيئة للغاية. حسناً، أشعر بتحسن. متأكدة؟ ينعش الروح. إنه كابوس. أنا بالتأكيد بحاجة إلى مغادرة هذا المكان. الخيار الأخير هو الذهاب إلى السبورة. هل أستطيع الذهاب إلى السبورة لحل اللغز؟ ما هي طموحاتك؟ جرعة الجدة تصنع المعجزات. الأمر حقا رائع. هيا لنبدأ. هذا مستحيل، لقد قمت بالشراء للتو. أعتقد أن الطباشير قد نبذ لدي. لإثبات هذه النسبة أحتاج إلى طباشير. هل أستطيع الذهاب لأجل ذلك؟ نعم رائع، سأرحل. أنت الآن في ورطة. ربما لديك حجم أقل. تيكي، أحتاج إلى فرصة خارقة على الفور. فرصة خارقة. مايكروفون.
موضوعي. يجب أن أجد القط الأسود على الفور. أوه شباب، هل تقاتلون من أجلي؟ ابتعدي يا يويو ولا تتدخلي. شاهدي هذا، لم ينادي لي أحد بهذا الشكل من قبل. لأنك شر حقيقي، والآن سوف أخلع عيون هذا القط. شاهدي هذا. لا تجرؤ على لمس صديقي. أنا حقا آسفة عزيزي، لكنني سأتركك. الآن ستكون صديقي. صديق؟ ماذا تقولي؟ نحن لسنا أصدقاء. هل تريدني أن أتركك؟ لا لا، من أنت؟ أنا لدي صديقة. أخيرا اعترفت بذلك؟ إذن فهذا يعني أنك لم تغازلني. أيها الطاسوقة، أنت مخطئة. علي أن أفهمك كل شيء. من هذا؟ حبيبتك السابقة؟ لا تخدع نفسك يا عزيزي، فأنا بعيدة جدا عن مثل هذا العناق. القليل القليل وسوف تسحقيني. حسنا، توقف عن هذا الحب. إنه ملكي، اذهبي بعيدا. حسنا، أنا الآن أفهم ما يعنيه القيام بالإيذاء. إنه لطيف للغاية، لم أسمع قط مثل مجاملاته. سنكون دائما معا حتى النهاية. أنا لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك. إذن أنت تحب المجاملات. حسنا، هذه فكرة. انتظر أيها القط. مرحبا، أنا هنا. هل تريد تذوق الدعسوقة؟ تعال هنا، تعال. أنا لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك. هذا أفضل مما كنت تفعله. أنا هنا، تعال. مرحبا. لا، الآن لا أحد سيشتت انتباهنا. إنها نجحت. إنها نجحت. أنا داخله الآن. رائع، إنه قسم القبطان وهذا ما أحتاجه. انتظر قليلا قطي العزيز. يويو، أنت جميلة جدا اليوم. ماذا قلت؟ لا أستطيع التحدث بعد الآن. أنا هنا يا جميلة. هل تتحدث معي؟ لقد كنت واقعة في حبك لفترة طويلة. إنها أضع أنواع الجاذبية التي سمعتها. تعالي إلى هنا، حان وقت الركض. إنها كابوسك الآن، هيا أرقد. كيف حالك؟ لقد أنقذتيني، اهتميت بأمري. نعم، ولكن كأصدقاء الآن يجب أن نساعد صديقنا الآخر. ها هو، نحن مرة أخرى. لا تقتربوا مني وإلا سأدمركم. اهدأ، أردنا فقط الثناء عليك. ماذا؟ ماذا؟ نعم، لكن هذه المرة تعمقنا أكثر. أنت تعرف ماذا؟ لقد صنعت شخصيات مخيفة، لكن شخصيات رائعة حقا. حقا؟ نعم، ولكن هيا، قصتك القادمة سوف تكون عني وعن الدعسوقة. وأعتقد أن الوقت قد حان لعودة الوحوش، ألا تعتقد ذلك؟ ماذا أفعل هنا؟ مستحيل، مرة أخرى. لقد فقدت السيدة الدعسوقة والقط الأسود. أكمل، هل ما تزال في الغرفة حتى الآن؟ لا أمي، أنا خادم الآن. تعال. القط الأسود والدعسوقة، لقد عدتم لسماع قصتي. بل أفضل من ذلك، لقد جئنا لمساعدتك. أعطنا هذا، أعطنا. انظر. أنت إنه العميل SCB-0865. أيها العميل هارت، أعتقد أنني وجدت الشخص المنشود، ويوجد أيضا شخصان غير عاديان، أحدهما باللون الأسود والآخر بالأحمر. أطلب منكم الدعم للقبض عليهم. نفذ،